السلام عليكم. أنا طالبة في جامعة حسن ثاني بدار البيضاء في كلية الآداب الإنسانية عين شوق، وأنا أتخصص في اللغة العربية وآدابها، وفي مرحلة الدكتوراة وكنت درست اللغة العربية في الصين وفي مصر أيضا، والآن أنا أبقى في المغرب وأريد أستمر دراستي لأتعرف الثقافة العرب أكثر. واسمي باللغة الصينية بايش وباللغة العربية عيشة. عندما أنا وصلت إلى المغرب وأنا أشعر صعبا شوية، لأن في المغرب الناس يتحدث مع باللغة الدارجة واللغة الفرنسية أكثر. بصراحة أن في البداية أنا لا أفهم أبدا، وأنا أشعر بوحدة، ولكن بعد أنا أستجل في كلية وأنا أتعرف زملائي كثيرة والأساتذة كثيرة، لذلك أنا أعرف أصدقائي، ولذلك أنا أشعر بفرح. في مرحلة ماجستير أنا كنت أدرس في مدينة إسكندرية بمصر، كنت أريد أختار إسكندرية مع أخر، ولكن أنا أريد أن أحاول وأتجرب الثقافة مختلفة في الدول العرب، فأنا أختار المغرب لدراسة. بالنسبة لي أنا كنت بعد مرحلة ماجستير أنا كالمعلمة في الجامعة في الصين أيضا لسنتين، ولكن أريد أن أعلم اللغة العربية في الصين في الجامعة، فأنا أستمر الدراسة لدكتورة، وفي المستقبل أريد أصبح معلمة ليعلم اللغة العربية في الصين ويعلم الثقافة العرب في الصين أيضا. أظن الدارجة هي اللغة اللي يجمع كثير من الثقافة، ومثلاً الثقافة الفرنسية والثقافة الأزرمك، فلذلك أنا أظن هذا صعب بالنسبة إلي، ولكن أظن اللغة العربية فصحى أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لشعوب المغرب، لأن هذا اللغة الرمزية في الدول العرب. أنا أظن الشعوب المغرب هم يحبون يضحك بالمغرب، لأن في بلدنا إذا نحن نقابل الشخص غريب ولأن لا نتحدث معه ولأن نضحك أي شيء، ولكن عندما أنا في شاري في المغرب الناس يضحك ويسلمني، فأنا هذا أظن الشعوب المغرب جيدة جدا جدا.